بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على معلم القرآن الأول سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، نضر الله وجوهكم ونور الله قلوبكم بنور القرآن، وجمعنا الله دائما بكم أحبابنا في رحاب كتابه الكريم. أهلا بكم أحبابنا، ولقاء متجدد في رحاب حرز الأماني، نستكمل فيه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى فرش سورة يونس من قول الناظم رحمه الله ورضي عنه: ولكن خفيف وارفع الناس عنهما. والبداية طبعا بتلاوة الورد الذي يتقرر من النظم عند ضيفي، والضيف اليوم أخي الشيخ أحمد كارم. حياك الله يا شيخ أحمد. حياك الله شيخ، وبارك فيك، وأهلا بك. أهلا بك في لقاءاتنا المتجددة التي طالما تتشرف بك وبأمثالك من أهل القرآن. الله يكرمك سيدي. ابدأ معنا يا شيخ أحمد من كلام الشيخ. بسم الله. قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه: ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، وخاطب فيها تجمعون لهم لا، ويعزب كسر الضم مع سبا الرس، وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا، مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا، وقف حفص لم يصح فيحملا، وتتبعان النون خف مدا ومجا بالفتح والإسكان قبل مثقلا، وفي أنه اكسر شافيا وبنونه، ونجعل صف ونجعل صف الخف نون جريضا على، وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها، وربي مع أجري وإني ولحلا. أحسنت يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولكن خفيف وارفع الناس عنهما. عنهما الرمز هنا يعني غاب عنا، لأنه في البيت السابق شلشلة وهما حمزة والكسائي يقرآن بتخفيف لكن في قوله تعالى: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وورد أكثر من مثال ينازز أو يناسب أو يوافي أو يكافئ هذا الموضع، وذكرنا أن لكن إذا خففت ألغي عملها، وقلنا أن لكن مثل الحروف الناسخة والأفعال الناسخة تدخل على المبتدأ والخبر، فتنزع عن المبتدأ رفعه وتقيم له رفعا جديدا ويسمى اسمها، وتنزع عن الخبر رفعه وتقيم له نصبا جديدا و تسميه خبرها، هذا لكانا وأخواتها. أما إن وأخواتها فالعكس، ترفع أو تنزع الرفع عن المبتدأ وتضع عليه نصبا وتسميه اسمها، وأما الخبر فإنها تنزع عنه الرفع وتضع عليه رفعا آخر وتسميه خبرها. هنا الجملة: الناس أنفسهم يظلمون. الناس مبتدأ، يظلمون أنفسهم جملة خبرية فيها تقديم وتأخير، قدم المفعول على الفاعل، فيظلمون فعل وفاعل، وأنفسهم مفعول به مقدم. فهنا عندنا مبتدأ وعندنا خبر جملة فعلية. إذا خففت لكن هذه تبقى الجملة كما هي، يبقى المبتدأ مرفوعا والخبر كذلك. أما إذا دخلت لكن تغير الجملة إذا كانت لكن المشددة، لأن لكن المشددة من أخوات إن، لذلك يقرأها العامة جمهور القراء: ولكن الناس، لأن الناس إذا دخلت عليها لكن المثقلة أصبحت منصوبة لأنها اسم إن. ويظلمون أنفسهم دي جملة إيه؟ جملة خبرية في محل رفع خبر لكن.
الشيخ حمزة والكسائي يقرآن بتخفيف لكن، هكذا ولكني، ثم تكسر النون لالتقاء الساكنين، وتظل أو وتعود الجملة إلى أصلها هكذا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونؤكد أن أنفسهم هذه ليست توكيد للناس، وإنما هي مفعول به مقدم ليظلمون، يعني الجملة ولكن الناس يظلمون أنفسهم. ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، وخاطب فيها يجمعون له ملا، صح كده؟ يعني يقرأ ابن ذكوان وكذلك هشام بالخطاب في تجمعون على الكفار حكاية، خطابا مباشرا لهم أو بالغيبة كقراءة الجمهور حكاية عنهم. ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا، ويعزب كسر الضم مع سبا إن رسا. يعزب، فين الضم اللي في يعزب؟ عندنا ضمتين، عندنا ضمة الزاي وعندنا ضمة الباء. لاحظ أن الشيخ قال ويعزب كسر الضم ولم يقل جر الرفع، لأن حركة الباء حركة إعراب، وهي حركة ظاهرة على آخر الفعل الذي لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فهي حركة إعراب وهي حركة الرفع. أما الحركة التي على الزاي فهي حركة بناء، لذلك لما نبه على حركة البناء، وحركة البناء هنا في الضم هي حركة الزاي وليست حركة الباء، لأن حركة الباء كما قلنا حركة إعراب. قال ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى، يعني هكذا يقرأها الكسائي، وما يعزب عن ربك. ما معنى يعزب أو يعزب؟ وهما لهجتان أو لغتان في الفعل. يعزب يعني يغيب، وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة، يعني إن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء مهما على قدره أو سفل في كونه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، محيط بكل شيء علم. وما يعزب عن ربك من مثقال، قال ويعزب كسر الضم عن سبأ رسى مع سبأ رسى، يعني كذلك في موضع سبأ، إبا موضعين، موضع هنا في سورة يونس وموضع آخر سيأتي بعد ذلك في سورة سبأ. ثم قال وأصغر فارفعه وأكبر فيصلة، فيصلة اللي هو حمزة يقرأ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طيب والجمهور، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لذلك قال في هناك في الأضداد، قال وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، يعني ساكتا عن الضد، فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. لذلك قال وأصغر فارفعه، ولم يأتي بالضد، فالضد هنا معروف وهو النصب. طيب على أي إعراب جاء الرفع وعلى أي إعراب جاء النصب؟ الآية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا أصغر ولا أكبر. أصغر وأكبر على النصب، هو ليس نصبا وإنما هو جر بالفتحة، عطفا على إيه؟ عطفا على مثقال المجرورة بمن. ولأن أصغر وأكبر ممنوعتان من الصرف، إنهما جرتا بالفتح، يبقى هما مجرورين مش منصوبين، وإنما النصب هو الإيه؟ هو يعني الظاهر يعني. طيب وحمزة على ما يقرأها بالرفع، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، عطفا على محل مثقال، فإن محل مثقال يعني من مثقال هذه الجملة في محل رفع فاعل، فاعل لفعل يعزب، يعني ما يغيب مثقاله، هكذا إذا حذفت الميم، إذا حذفت من يعني، وما يعزب عن ربك مثقال، فتصبح الايه؟ يصبح الفاعلية التي فيها اللفظ ظاهرة على آخره، إلا أن من هذه حجبت علامة الرفع، فصارت الجملة اللي هي الجار والمجرور مرفوعان على الفاعلية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، إلى أن قال ولا أصغر ولا أكبر، أو ولا أصغر ولا أكبر على العلتين التي ذكرتهما. ثم قال مع المد قطع السحر حكم. إيه مع المد قطع السحر؟ قول الله
قال موسى على لسان موسى، قال موسى ما جئتم به السحر. هنا لابد أن نفصل في ما وفي الجملة. قال موسى ما جئتم به السحر، يعني ما هنا بمعنى الاسم الموصول، أي ما جئتم به، الذي جئتم به السحر. فما جئتم هذه جملة في محل رفع مبتدأ، والسحر جملة في محل رفع خبر، أي قال موسى الذي جئتم به السحر، أو السحر الذي جئتم به. طيب كيف يقرأها أبو عمرو مع المد قطع السحر؟ أولا يقطع همزة الوصل مع المد، يعني يقرأها بهمزة قطع ثم يمد، يعني يمد بعدها مدا مشبعا، مثل قول الله الله أو الذكرين أو الآن هكذا. قال موسى ما جئتم به السحر. طيب كيف قطع الهمزة ومد بعدها؟ قطع الهمزة هكذا كما لفظتها، على أن هذه الهمزة همزة استفهام دخلت على همزة الوصل التي هي في لفظ السحر. إيه اللي بيحصل؟ قاعدة معروفة، مد الفرق لو تتذكروا، همزة الوصل إذا وقعت بين همزة الاستفهام وبين لام التعريف الساكنة فإن همزة الوصل تثبت للتفرقة بين الخبر والاستفهام بأحد وجهين، إما بالمد المشبع كما قرأتها السحر، أو على التسهيل السحر. لذلك ثبت عند المحررين أن هذا اللفظ يقرأ كغيره من الألفاظ التي جاءت على نفس الشاكلة، السحر والآن والله والذكرين، بوجهين بالإبدال أو بالتسهيل، ويقدم في كل ذلك وجه الإبدال. طيب على السؤال السحر، يبقى دي همزة استفهام، يعني هنا في سؤال. طيب ما هو تقدير الجملة؟ على أن ما التي في قوله ما جئتم به على أنها ما استفهامية، وهنا يجوز الوقف على به. قال موسى ما جئتم به، أي ما الذي جئتم به، ثم يبدأ جملة جديدة السحر، على أن السحر هذه التي جاءت قبلها همزة استفهام مبتدأ خبره محذوف، يعني سحره، ثم يبدأ جملة أخرى إن الله سيبطله. فعلى هذه القراءة نقف على به، على اعتبار أن ما للاستفهام، أما قراءة الجمهور على أن ما لهمزة الوصل، وبينا ما فيها من وصل ووقف. مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص، وقف حفص على أصح النسخ، وبعضهم ضبطها بالضمة كما قرأها الشيخ، بيا وقف حفص لم يصح فيحمل. إيه الرواية التي جاءت في هذا الشأن وضعفها الشاطبي؟ اللي هو إبدال الهمزة ياء مفتوحة في الوقف، اللي هي في قول الله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، رويت ضعيفة عن حفص، وحفص هنا نقصد به حفص عن عاصم، بإبدالها ياء مفتوحة هكذا أن تبويا، وهذا وجه غير صحيح، قطع الشاطبي رضي الله عنه بضعفه حتى أنه كذلك ضعيف لغة، لذلك لا يعول عليه. بيا وقف حفص لم يصح فيحمل. وتتبعان النون خف مدا. لاحظ أنه في كلام الشاطبي عند قوله وتتبعان النون خف مدا لم يذكر ما الذي خفف، ولذلك حصل اللبس، مش عند الشاطبي ولا عند المشايخ التي قبله، وإنما عند الذي نقل من ابن ذكوان صاحب الوجه في القراءة التي سنذكرها في لفظ تتبعان، اللي هي ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. رووا أن ابن ذكوان رضي الله عنه وأرضاه كتب في كتابه تتبعان بالتخفيف، ففهمها عامة البغداديين أن التخفيف هنا في التاء، ولا تتبعاني، هيبقى ازاي؟ ولا تتبعاني. لذلك قال وماج بالفتح والإسكان قبل ايه؟ مثقلة. بالفتح والإسكان، يعني بفتح ايه؟ فتح التاء، بفتح التاء الأولى وإسكان التاء الثانية، تتبع هكذا قبل مثقلة، يعني مع الحفاظ على شدة النون. لكن الذي روى أو جل من روى عن ابن ذكوان مشافهة أثبت أن ابن ذكوان كان يخفف النون مش التاء،
لذا لما يعني كانت العبارة موهمة لا بد أن يتحرى ضبطها عند من أخذوا عليه وقرأوا، وإنما الذين قرأوا وتلقوا منه القراءة بالسند الصحيح تلاوة عليه وعلى من قرأ عليه قالوا إن ابن ذكوان كان يخفف النون، يعني ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، هكذا. لذلك علق الشاطبي على هذه الرواية وقال وماج الموج عن الطرب، يعني والطرب ما سأذكره لكم، هذه رواية مضطربة ضعيفة فيها وهم، والصحيح هو تخفيف الحرف المشدد الآخر في الكلمة وليست التاء وإنما هي النون، وتتبعان النون خف مدا وماج بالفتح والإسكان قبل إيه مثقل. وفي أنه كسر شافيا، وفي أنه كسر شافيا عند قول الله قال آمنت، ثم يبدأ حمزة والكسائي إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل على الكسر، وفي أنه كسر شافيا وبنونه ونجعل صف ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يقرأها شعبة، ونجعل بنون الفرد المعظم لذاته اللي بنسميها نون العظمة الله سبحانه وتعالى، أو يجعل على أن اسم الجليل سبحانه وتعالى غاب في الجملة إلا أنه محفوظ في الآيات السابقة وفي القلوب قبل الآيات، ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني، ثم ننجي رسلنا هذه أول واحدة والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فالتخفيف الثانية للكسائي ولحفص والبقية بالتشديد ننجي المؤمنين. هنا في لفتة بسيطة وهذا آخر موضع أشرحه، هنا الشيخ يعقوب، طبعا إحنا ما لناش صالح بيعقوب ولا بأبي جعفر ولا بخلف العاشر، لكن إحنا اللي خلاني أتكلم على هذا الموضع تعليق الشيخ أبو عمرو الداني. الشيخ يعقوب إذا وقف هنا وقف بالياء ننجي، فالشيخ أبو عمرو الداني مش عاجبه الكلام ده، قال إذا وقفنا بالجيم ليعقوب خالفنا الرواية، لأن الرواية ما فيهاش إيه، ما فيهاش ياء، ما فيش رص، ما فيش في الوقف، ما لا يجيز يعقوب الوقف بدون ياء، فإذا وقفت ننج هكذا ليعقوب فدي مخالفة للرواية، وإذا وقفت بالياء فده مخالفة للرسم. طيب يعني نعمل ايه يا مولانا الشيخ ابو عمرو؟ يعني ما تقفش خالص. هذا رأي الشيخ ابي عمرو، وهو كما هو معلوم ليس من رواة قراءة يعقوب، وانما هي قراءة صحيحة، وكم من حرف اثبتناه في القراءة وفي الاداء ليس له وجود في الرسم. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. الكلام الذي يلحق هذا الموضع هو كلام عن ياءات الاضافة، وقد ذكرنا علة ذكر ياءات الاضافة في آخر كل سورة. نرجع إليك يا شيخ أحمد وإلى الورد القرآني، أين وقفنا في المرة السابقة؟ لقوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي. طيب ابدأ تقرأ لنا بأي رواية؟ بالدوري عن أبي عمرو بقصر منفصل. طيب اقرأ توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أحسنت يا شيخ أحمد، فتح الله لك. ومهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا، فتح الله لك وأجر الخير على لسان. إلى هنا أحبابنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم بركة كتابه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.